أعزائي المشاهدين، معكم يامن من فلسطين. اليوم أنا راح أوزع جوائز بمناسبة القناة الجديدة، طبعا قناة إلي ولزملائي، القناة تعليمية وثقافية وترفيهية، واللي بتابعنا مش راح يندم. ليش؟ لأنه القناة راح تكون بعدة لغات مع عدلاء ذو خبرة عالية. نزلنا احنا بالفيديوهات الان تقريبا 10 فيديوهات باللغه الانجليزيه والاسبانيه والالمانيه والعربيه، وبعض الفيديوهات بتحكي عن مواقع دينيه واثريه. اليوم انا مبسوط لانه القناه عمرها شهر تقريبا، شهر ونص، وصار لنا اكثر من 500 مشترك في القناه واكثر من 20,000 مشاهده للفيديوهات السابقه. اليوم اجيت على مدينه رام الله عشان اوزع جوائز بالمناسبه هاي الحلوه، ومن ضمن هاي الجوائز راح اسال سؤال عن الفنان القدير اللي انا بوجه له اكبر تحيه، فنان من بلدة بير زيت، رسم هاي الرسمة اللي هي جمل المحامل في عام 1973، الفنان القدير سليمان منصور، حائز على جوائز عديدة وشارك في أكبر المعارض العالمية. لوحات الفنان سليمان منصور بتدل وبتعبر عن معاناة الشعب الفلسطيني من أكثر من 70 سنة، وهاي الرسمة ارتسمت في عام 1973. من وجه له أكبر تحية، واليوم أنا شرف لي أني أوزع جوائز للفنان القدير اللي انا متابع كل اعماله اللي هو سليمان منصور. عمكم شفتوا هاي الصوره؟ لا والله. فنان فلسطيني من بلده بير زيت، يعني انا حاب انه اليوم الحلقه تكون عنه. طب يعني الفنان سليمان منصور ما سمعتوش فيه من مره، ولا يعني سمعتوا بس مش متابعين اعماله؟ لا ما حد اسمه، بس ما بتوقع اني شفت له اعمال قبل هيك. شفتي له هاي الصوره؟ اسمها لها اسم، جمل المحامل. طب اذا بتشرحي لي شو الصوره بتعبر، برا بحكي معنا جائزه. بس شو الصورة؟ شو شايفها بالصورة؟ أي اللي فيك وبيحزر بعطيه هدية، عشان يعني بعطي لكل واحد منك هدية. يمكن حامل كل أثقال القضية الفلسطينية على ظهره عشان يضل يحارب فيها، يحارب بالقضية الفلسطينية. لوحات معروضة حاليا في فندق الجدار في بيت لحم، فندق برضو بيشرح معاناة الشعب الفلسطيني للفنان البريطاني بانكسي، والفنان البريطاني بانكسي داعم الشعب الفلسطيني والفنانين الفلسطينيين. ولما يبكي لكم مشوار على بيت لحم، بحب تزوروا الفندق وتتعرفوا على لوحات الفنان الفلسطيني. طيب انا بدي اعطي لك كل واحد، بدي اعطيكي شنطه امسكي، وانت بدي اعطيكي تدبروا حالكم. هاي اللوحه طبعا بتتعلق لضل الفنان الفلسطيني، وهاي الحلقه راح نعرضها على اليوتيوب، اسمها تورز ويز يامن. اوكي باي باي، مع السلامه، تابعونا. مرحبا، بديش اخذ من وقتك كثير. هاي الصوره لفنان فلسطيني من بلده بير زيت، اسمها إلى اسم، اسمه سليمان منصور. أوكي. سمعتي في الفنان الفلسطيني سليمان منصور؟ لا للأسف. أوكي، هو فنان فلسطيني من بلدة بير زيت وعنده كتير معارض. أعطيك أنا طبعا شنطة لإله. شكرا. يعني عليها رسمته لو سمحت. شو أخبارك؟ أنا اليوم عامل مسابقة، اسمي يامن من فلسطين، اسم القناة تورز ويز يامن. فنان فلسطيني من فلسطين، ساكن بالقرب من رام الله من بلدة بير زيت، وهاي اللوحة من أشهر اللوحات لإله. عمرك شفت اللوحة أو سمعت؟ طبعا. لمين؟ هاي لسليمان منصور. أوكي، بتعرف شو اسم اللوحة؟ إلها اسم؟ جمل المحامل. نعم صحيح، جمل المحامل. لوحة اتعلقها بالبيت عندك. شكرا كثير، الله يخليك. بحب أعطيك هاي اللوحة، تفضل تقدر تحط اللوحة. شكرا كثير لكم، شكرا. حبيبي، مبروك. الله يبارك فيك، سلام. سؤالنا ريح، فنان فلسطيني من بلدة بير زيت، صار له برسم من السبعينات، وهي رسمة مشهورة له. إذا بتعرفينا شو اسم الرسمة أو شو اسم الفنان أو أي معلومة عن الفنان، راح تربح معنا، راح تجي مع هاي هدية. هاي بجهز في الهدية. ولا إشي بحرام. طب إذا حابة تعرفي، برب هيك حابة تعرفي معنية، تعرفي عن أنو هذا الفنان اللي كل رسوماته بتشرح عن القضية الفلسطينية وعن معاناة الشعب الفلسطيني، حابة تعرفي؟ حابة أعرف. أوكي، كربي معي شوي لهون. طيب قبل ما أربح هيك الهدية، أعطيني معلومة، شو هاي الصورة، عن شو بتعبر؟ بس هيك ركزي فيها شوي صغيرة واحكي لي عن شو بتعبر، بتربحي معي. بتعبر عن المعاناة. أوكي. فلسطينية. نعم صحيح، حلو. أوكي، هاد زلمة صح؟ زلمة كبير مزبوط، زلمة إنه رجل يعني مسن مبين عليه. شو حامل على ظهره يعني، شو شايل؟ القدس. القدس مزبوط، على شكل إيش؟ ما بعرف إيش عين. هالشكل، يعني على شكل زي ما تقول عين. أوكي عين. فهاي رسمة ارتسمت عشان معلومات لك في 1973، رسمها فنان سليمان منصور من بير زيت، بنوجه له كل الشكر. وهلا هو حاليا عنده معرض في بيت لحم في فندق الجدار. بوجه له شكر وراح اقرا عنه اكثر واتعرف عليه. بصير من متابعينه؟ بصير من متابعينه. ومن متابعينه كمان؟ ومن متابعينه كمان. هيك ربحتي معنا شنطه وصوره للفنان. مع السلامه، نهارك سعيد، باي باي. جا
جبل المحامي على هو انه شال كل هموم البلد عليه. ايوه حلو، شو كمان تعرف عن الاقصى؟ هذا اللي بقدر اعرفه يعني صراحه. كلامك صحيح 100%، وانا حاب منه كل الفلسطينيين وكل العالم يتابع اعمال الفنان القدير سليمان منصور. كلمه ربحك الهديه، بتحب توجه له شكر او سلام؟ طبعا انه هو يبث القضيه الفلسطينيه على امور الناس، فبنشكره كثير. مبروك الهديه لإلك، وبتمنى انه اللوحه تحطها بالبيت وتعرف كل الزوار مين هو سليمان منصور. انا بس حبيبي يعطيك العافيه. شايل على على شو الهم اللي شايله؟ القدس. هم القدس عنده، اكبر هم عنده كان القدس. نعم صحيح. شو شايفه انه شو شيء مميز في القدس شفتي؟ شو هاي مجسم ايش؟ القدس الاقصى وكنيسه القيامه. يعني مجسم القدس، يعني انه كل القدس شايله على كتافه. طبعا انا بدي اشرح لكم نبذه صغيره. الفنان سليمان منصور من مواليد بلدة بير زيت اللي هي قدرهم الله، وطلع على كتير معارض عالمية، وكل رسوماته اللي عملها كلهم بيشرح عن معاناة الشعب الفلسطيني. بتحب توجهي له سلام؟ لأنه الفيديو راح يوصله، ولليوم ما زال يرسم. وعنده عمل رائع، عنده يعني جاليري في بيت لحم في فندق الجدار رسومات. أي شكر، أي شيء بتحب توجهي له؟ والله شغله يعني ما شاء الله حلو. هي الرسمة هاي بتعبر عن إشي كبير، هذا الإشي يعني إلا 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 هي يعني القدس يعني حاملة زي جبل. وفي أخرى هاي الرسمة هاي من رسوماته، هاي لشو بتعبر؟ أنت شو بتعبر هاي؟ عشان أعطيك إياها. شو شايفة في الرسمة؟ إنه زيتون، إنه إشي تراث عندنا زيتون ومع الكهوة. أوكي. والثوب اللي لبسناه. إيش؟ ليش ليش برمز الثوب؟ لتراثنا. مبروك عليك. هاي بتعلقيها في البيت، وديك توعديني إنه تتابعوا أعمال الفنان الفلسطيني سليمان منصور. وطبعا شنطة وفي اوكي باي باي، مع السلامه، نهارك سعيد، باي باي. طبعا الفنان الفلسطيني سليمان منصور يعتبر من اهم الفنانين الفلسطينيين في فلسطين، لانه لوحاته زي ما حكيت كلها معبره عن معاناه الشعب الفلسطيني. وله اكبر تحيه، وانا حاب انه اوزع جوائز للفنان سليمان منصور. سؤال على الطاير، بتروح معنا جائزه؟ يا سلام. اوكي اليوم انا عامل مسابقه، هي مش مسابقه، هي سؤال ريح عن فنان فلسطيني قدير. هاي اسمه سليمان منصور. اذا بتعرف اي شيء عن الفنان سليمان منصور برفع معك هدية. اي شيء؟ والله ما بعرف، اول مره بسمع فيه. وانت نفس الاشي؟ والله طيب عشانك اول مره بتسمع فيه، انا خليني اشرح لكم الثواني عنه. برفعك عشان تصير من متابعينه. سليمان منصور من بلده بير زيت. طبعا بير زيت من احنا بنتقدم لها طبعا احلى سلام، اللي اخرجت واحد فنان مثل سليمان منصور. سليمان منصور هاي الرسمه رسمها في 1973، تشرح معاناه لليوم. هاي الرسمه مشهوره. طب ليش ما حكيت؟ اسمها اسمها جمل المحامل، يعني حامل شايل كل الكوتش والقضيه الفلسطينيه على كتفه. هذا في الكوتش كل محل. حبيبي سليمان منصور يعتبر انا بالنسبه لي والله اروع الفنانين الفلسطينيين، اللي كل رسوماته بتعبر عن معاناه الشعب الفلسطيني. حتى هاي الرسمه بتعبر عن الشعب الفلسطيني وتراث الشعب الفلسطيني. انا راح اعطيكم هديه اللي هي شنطه، وهاي بتتعلق فعش بين كل اثنين. وبدي اياكم تتابعوا اعمال سليمان منصور، هاي رسمت في 2009. بدي اياكم تتابعوه، تعملوا له فولور، وبرضه للقناه لنا عشان تدعمونا ونضلنا مستمرين. شو اسم القناه؟ هيا تورز وذ يامن. حبيبي يعطيكم العافيه. مرحبا. اهلا. شو الاخبار؟ تمام. اليوم انا عامل مسابقه، انا من تورز وذ يامن، قناه على اليوتيوب جديده، واليوم حبيت احتفل بطريقتي الخاصه. صار لنا 500 مشترك وان شاء الله بيزيدوا. فنان فلسطيني قدير من بلده بير زيت، اسمه سليمان منصور. هاي اللوحة كتير مشهورة، رسمها في 1973. عمرك شفتيها؟ صراحة لا مش كتير، بس سامعة فيها أو بس مألوفة. في زلمة حامل كل هم فلسطين والاحتلال كله هيك على كتافه في مدينة مميزة القدس. طبعا القدس. هاي الرسمة رسمت في 1973، اسمها جبل المحامل، رسمها الفنان القدير سليمان منصور. بتحبي توجهي له أي سلام عشان أعرف هيك؟ شكرا انك رسمت هاي اللوحه، لانه صراحه جد لازم الناس كمان ان شاء الله تصير عالميه والكل يعرف ان شاء الله. طبعا سليمان منصور طلع شارك بعده اعمال فنيه عالميه، وله هلا لوحات موجودات في فندق الجدار في بيت لحم، وبحب انه الجميع يتابع اعماله. وانا راح اربحك اليوم هديه، وراح هاي توعديني انك تعلقيها بالبيت وتتابعوا اعمال الفنان سليمان منصور. شكرا كثير. شكرا لك على صبر. مع السلامه، باي باي. نتعرف على اخ غسان سالم من رام الله. اهلا وسهلا غسان سالم، بدا منك انت من رام الله، عندنا فنان فلسطيني قدير من بلده بير زيت. سامع في بير زيت؟ طبعا بير زيت
أخرجت فنان عالمي ورسوماته حطمت الدنيا. كنت مارك لفتة نظر الصورة جدا رائعة، أعتقد إلى الفنان سليمان منصور. نعم صحيح، إلى اسمها اللوحة. كنت أشوفها والله وأنا صغير، اسمها جبل جبل محامل. نعم صحيح، برافو. حلو إنه رسمها على رجل كبير حامل الأقصى في عينه وعلى كتافه، يعني الأقصى ومدينة القدس. مدينة القدس بشكل عام، فالصورة جدا ملفتة وحلوة. والله برافو، والله إنك أبسطني اللي عندك معلومات. بتحب توجه للفنان القدير سليمان منصور أي شيء؟ كل الاحترام وكل الشكر له كفنان رائع، رسم هيك رسمة مميزة طبعا. طيب بتحب توجه إيش للشعب الفلسطيني إنه يتابعوا أعماله، يعني تنصحهم؟ آه طبعا، لطالما هو مهتم في هاي البلد والدولة العريقة طبعا لازم يتابعوه. وانت بتعرف انه كل رسوماته اعتقد رسومات في فندق في بيت لحم. نعم صحيح، فندق الجدار. ايوه صحيح، شفت. وبتعرف انه كل لوحاته يعني بتلخص معاناة الشعب الفلسطيني، تحكي واقع. نعم صحيح، تحكي واقع فلسطين. يسلموا على المعلومات اللي حبيبي، وانا راح اربحك معي طبعا هدية اللي هي عبارة عن شنطة مرسوم عليها صورة للفنان سليمان منصور، وهي بدك تعلقها في البيت، وكل زائر راح يجي عندكم على البيت راح كله يتابع اعمال الفنان سليمان منصور. نهارك سعيد حبيبي، مع السلامة. راح اوكي، ممكن نتعرف على الاخ تيسير العطاري. تيسير العطاري، اعطي جوائز وعرف وثقف الشعب الفلسطيني اللي يعني معظمهم، انا تفاجأت انه معظمهم بيعرفوا وسمعوا عن الفنان الفلسطيني، وهذا شيء بيرفع الراس. وفي جيل صغير لسه ما عارف، يعني التقيت معك من واحد وعرفتهم ووعدوني انه يتابعوا اعماله لانه اعماله بترفع الراس. واكيد طبعا انت مر عليك الصوره، طمنك انها وقفت جنبها، اكيد مرت عليك الصوره. اعرفها، واللي رسمها هاي سليمان منصور. نعم، الفنان سليمان منصور، الى اسمها اللوحه جبل المحامل. تعرف تقريبا قديش عمر الرسمه، يعني من اي سنه ارتسمت هاي؟ من انا يعني بقول 73 او 75. مظبوط كلامك، 73 ارتسمت. والفنان سليمان منصور بتحب من بير زيت؟ نعم صحيح، واحنا قريبين. نعم. على بير زيت جارك. منين حضرتك؟ عطاره. عطاره، اهلا وسهلا بيك وبكل اهل عطاره. بتحب توجه للفنان العالمي، الفنان انا سميته عالمي لانه عن جد رسوماته عالميه وبيجي عندو يعني. بحب اضيف لك معلومه صغيره انه له لوحات معروضه بفندق الجدار في بيت لحم، لازم تزوره، لازم كل فلسطيني يزوره فندق الجدار، لانه بيشرح عندهم عاملين جاليري بيشرح يعني عارضين فيه لعده فنانين فلسطينيين، والفنان سليمان منصور واحد منهم، اعماله لليوم موجوده بفندق الجدار. بتحب توصل له اي سلام او اي رساله؟ والله احنا دائما نهديه السلام والله يقويه بهيك شغلات، لانه هاي بتعبر عن تواريخ فلسطين. مزبوط كلامك حبيبي، يسلموا كثير ونهارك سعيد، وراح اعطيك جائزه ما تروح بعيد. هاي جائزتك، هاي طبعا لوحه بتعلقها بالبيت، الى تعليقها بتعلقها بالبيت، وشنطه والكرت القناه عشان تتابعنا. نهارك سعيد. فيها جوا الكرت. يسلم ايديك. وديك الله معك، نهارك سعيد. سؤال اليوم عن فنان فلسطيني رسم كثير لوحات عن يعني جسد كل معاناة الشعب الفلسطيني في لوحاته. عمرك شفتوا هاي اللوحة؟ دائما بنشوفها بس ما بنعرف مين رسمها. حابة اليوم تتعرفي مين رسمها؟ طب قربوا شوي اللي عندي هون. هاي اللي رسمها فنان فلسطيني اسمه سليمان منصور من بلدة بير زيت. بير زيت اللي هي تبعد 5 كيلومتر عن مدينة رام الله. هاي الرسمة ارتسمت في 1973. والفنان الفلسطيني سليمان منصور، هاي اسمه سليمان منصور، طلع على معارض عالمية في نيويورك، وراح على المغرب، وراح على روسيا، وراح على ألمانيا، وراح على فرنسا، شارك بعدة معارض، ولليوم بحصل أعماله على جوائز على رسمه المعبر عن معاناة لشعب أهله. فبتحبوا توجهوا له شكر؟ يا ريت، نحكي له كتير يسلموا ايديك، وفخورين فيه انه فلسطيني يعني، وجسد المعاناة بالختيار اللي حامل قضيته على ظهره. نعم صحيح، 100%. اول شيء بنبعث له تحية لسليمان منصور من قلب رام الله حبيبي، من ارض فلسطين، تحية بحرارة، وبنأكد على انه هذه الصورة اللي رسمها بتعبر على انه قضية فلسطين وقضية القدس والاقصى فيها معها بتجسد مع اجدادنا وابائنا، تنتقل من جيل الى جيل. نعم وهذا صحيح. الختيار، هذا الشخص، هذا الجد يحمل فلسطين وقضيتها وينقلها من جيل وجيل، ولذلك على هذه الارض ما يستحق الحياه. نعم صحيح، نحن لها وسنستمر الى تحقيق السلام العادل واقامه الدوله الفلسطينيه العتيقه. اوكي انا راح اعطيك هديتين بدبروا يعني هنا اربع هديتين، مش مع الجماعه انا لحالي. طيب. اعطيهم هديتين هم لي. انا بعطيك هديتين، هاي هديه وهي، اعطيني صوره زي هاي. بتمنى انكم تعملوا اشتراك مثلا لانه قناه جديده راح تكون ثقافيه وتعليميه وتاريخيه. نهاركم سعيد. ثانك يو والله، اي ريلي ابريشيت. يسلموا كثير لكم، وراح تطلعوا بالفيديو قريبين ان شاء الله. فلسطين والاقصى وكل شيء، يعني انهم
حاملين يعني همها وهاكلين. أنا أقول حاملين هم العالم ولا الشعب الفلسطيني؟ لا الشعب أكيد. الشعب الفلسطيني معلوم. الشعب هاكل همنا أكيد 100%. 100%. اللي رسمها فنان فلسطيني اسمه سليمان منصور من بلدة بير زيت، يعني مواليد بلدة بير زيت. بتحب توجه له شكر لأنه كل رسوماته بيشرح معاناة الشعب الفلسطيني. أكيد طبعاً، كل واحد بيعمل أي، مش بس رسمة، أي إشي، أي ولو حتى كلمة لفلسطين بنعطيه كل نفتخر فيه طبعاً أكيد، وبنعتز ومش عارف شو بدي أحكي لك، يعني الحكي قليل أصلاً. خلاص، في كتير ناس يعني بصراحة يعني فلسطينية وفنانين يعني قضوا حياتهم كلهم يشعل معاناة الشعب الفلسطيني. صح، وهذا إشي يعني بنعتز فيه وبنفتخر، وإن شاء الله نكون كلياتنا نقدر نحرر فلسطين ونعطيها إحنا بس الفلسطينيين، ما بدنا أي حدا من الشعوب، بس إحنا إن شاء الله الفلسطينيين. فأنا بدي أعطيك هدية لوحة. لا طبعاً اللوحة هي حلوة وبتتعلق على الجدار عندك في البيت، علكيها وعرفي أهلي كلهم على أكيد. وتابعوا سليمان منصور على الصفحات، أوكي؟ إن شاء الله. يلا وتابعوني على صفحتنا إحنا عشان تدعمونا. مع السلامة. يعيش يعيش سليمان منصور، والله يحيي سليمان منصور. يعني أنت من متابعينه لسليمان منصور؟ ولا منا هدية. بدك تطلع الثواني ولا لا؟ حبيبي no problem. صبايا لو سمحتوا عاملين مسابقة كتير حلوة، بس سؤال واحد عن الصورة هاي. سؤال واحد تربح معنا صورة لمين اوكي لسيما مسور. تعرف شو الى اسم هاي اللوحه؟ جبل المحامل. والله والله عن جد والله انك مبسوطينا. اوكي، بتعرف اخر شيء عن الفنان سليمان منصور بتحب تضيفيه؟ من وين هو؟ هو من بير زيت. سوري، من وين هو؟ بير زيت. نعم. بتعرف اخر معلومات؟ يعني بعرف كثير منهم بالاكاديميه. اوكي، بتحبي توجهي له رساله لانه الفيديو راح يصل للفنان طبعا سليمان منصور. بحكي له شكرا وفنان العظيم. يعني انت متابعة كل اعماله؟ طبعا. براو عليك، تفضلي. شكرا. هاي هدية بس هذا عن طريق مين؟ تورز ويديا، من انه قناة جديدة. احنا بدنا نثقف العالم عن الحضارات وعن الفنانين والاماكن التاريخية والسياحية الفلسطينية، وان شاء الله بصيروا من متابعينا. حلو حلو الفكرة. ثانك يو فيري ماتش. شكرا. ثانك يو. شايفون اي مدينة؟ مدينة القدس. نعم، فانا راح اربحكم واعطيكم جائزتين. منيح؟ سلم يديك. وديك يو. هاي جائزة لإلك وانتو جائزة بدها بروحكم. خلص اعطيك احطها. أحيانا كمل معك كلكم مع السلامة. تحب توجهوا إشي للفنان سليمان منصور؟ طبعا، فنان كبير مقدر، لازم ندعمه كثير. حبيبي تسلم. الله ينصح. رايحين تتابعوا أعماله؟ طبعا لله. إن شاء الله. إن شاء الله. الله ينجح. تسلم يا رب. تفضل ونهاركم سعيد. جلا أكبر تحية وهي لك هدية. شكرا. بتحبي تشاركينا المسابقة؟ مرحبا، عاملين مسابقة بتحبي تشاركينا عن فنان فلسطيني. تعال أمو، شو اسمك؟ أسماء. أسماء، من وين أنت يا أسماء؟ من رانتيس. من؟ من رانتيس. من رانتيس. أسماء، في عنا فنان فلسطيني اسمه موجود هون، بتعرف تقري لي اسمه؟ إذا بتقري لي اسمه بالإنجليزي، إذا بتقري لي اسمه راح أربحك معي هدية. سليمان منصور. يا سليمان منصور هو فنان فلسطيني قدير، رسم كثير لوحات لفلسطين. بتحبي تشكريه على اللوحات الحلوه اللي عملها عشان اعطيك هديه؟ شو بتحبي تقولي له؟ انه الرسمه كثير حلوه كثير حلوه. شكرا شكرا كثير لك، وانا بدي اربحك معي هديه. الهديه هي شنطه عليها صوره اسمها جمل المحامل وبرواز تاع الكيب الدار. اوكي يلا باي باي عمو، تفضلي. اللي فيكوا على السريع بيشرح لي شو هاي اللوحة معبرة عن ايش؟ معبرة ان مهما حصل ومهما اشي ان هالقدس ارض القدس عجتافنا عروسنا على ظهورنا منتنزلش عنها لو شو ما يصير يعني. حلو شوي حكى يعني اشي حلو. انت عندك اشي تضيفه على اللي حكى؟ دائما القدس بنشارك غير عن القدس. على هاي اللوحة بتعرف ماتها الرسومات؟ او بتعرف اشي عن الفنان الفلسطيني سليمان منصور؟ لا ما بعرف. بديك تعرف؟ بديك تعرف سليمان منصور؟ طلع شوي. سليمان منصور فنان فلسطيني، كل لوحاته بتعبر عن معاناة الشعب الفلسطيني. فأنا بدي اياك تروح، بس تروح على الدار تدخل على الانترنت وتثقف حالك على صوره، كتير بجنن. شكرا لك، انا راح يعطيك انت جائزة عبارة عن تنتين، بتعطي واحدة من اصحابك. تفضلوا يلا مشكلة شباب، وتابعونا على القناة وتابعوا الفنان سليمان منصور اهم من القناة. مع السلامة. كل رسوماته عن معاناة الشعب الفلسطيني. معكم مش مقصرين انت حبيبي. تسلم يا رب. وانا هيدا ربحك معي مش جائزة، جائزتين. تفضل معي حبيبي. وبتقدروا تتابعونا عشان تشوفوا القناة على اليوتيوب. يسعد لي البنطلون اللي لابسه. تسلم يا رب. شو ماله على شو بيعبر؟
يعبر عن العسكر والجيش. جبل المحامل الأخ أبو عمار في يوم الأيام حكاها هي جبل ميهز زكريا. مزبوط. والأخ سليمان منصور. مزبوط. نعم صحيح. وشو بدك أحكي لك؟ شو بتعبر هاي الرسمة؟ المسجد الأقصى والقدس ومحمولة يعني حملها، ولهذا السبب أنا حكيت لك جمال المحامل يا أخي العزيز. وبتعرف أي شيء تاني بتحب تضيفه على الفنان سليمان منصور مثلا؟ ما ترسمت هاي الصورة كديش عن تقريبا عمرها؟ أنا صراحة من سنة الـ74 من السبعينات كنت أشوفها، مش من هلا. شو بدي أحكي لك أكثر من هيك؟ هاي ارتسمت في الـ73. مزبوط كلامك، يعني قريب جدا 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 من سنة الـ74 يعني. وعشان قريب جدا جدا أنا راح أعطيك طبعا هدية حلوة تحطها هيك بالبيت عندك عشان تضلك تتذكر سليمان منصور. طبعا هاي لوحة تتعلق في البيت. تسلم. لوحة تتعلق في البيت وهاي برضه شدة حلوة. ذكرى من إنسان طيب. تسلم يا ربي. ألف شكر حبيبي. الله يسعدك. عمرك. تسلم يا ربي. تسلم يا ربي. أنا مش أنا، إذا في خلي سجل طقية تلبس هيك. أنا حبيبي تسلم والله. بدي والله الشمس من الشمس. رد علي. نعم حبيبي هلا بتجيبها من السيارة. إذا في السيارة عندك والله مش مبيع حبيبي. فنان سلمان منصور الجميع بيعرفه. حلو. وبنفس الوقت حامل الدنيا أو القضية الفلسطينية والقدس على ظهره طول عمره. كل لوحاته معبرة عن معاناة الشعب الفلسطيني. هاي اللوحة لها اسم، تعرف اسمها؟ بالضبط. لا. جمل المحامل. لأنه حامل القدس. هذا الله يرحمه أبو عمار. جبل المحامل. جبل المحامل. بتحب تهدي إشي أو كلمة شكر للفنان القدير سليمان منصور؟ طول حياتنا من كدره ومن عزه، والناس اللي بتعرف مين سلمان منصور الجميع يعني بعطيه كل الاحترام والاهتمام بحياته. شكرا جزيلا. وأنا راح أعطيك طبعا راح أعطيك إشي حلو من عمل الفنان الفلسطيني سليمان منصور تعليقك تعليقها في البيت. ويخليكم تسلم يا ربي. هذا الشعب والوطن. تسلم يا ربي. سليمان إيش؟ سليمان نطور منصور. منصور حلو. سليمان شو اسمه؟ سليمان منصور. سليمان منصور. هاي ارتسمت في عام 73. إذا بتشرح لي شو بتلخص هاي الصورة رح تربح معنا جائزة. مدينة القدس هي اللي بتلخص إن القدس تعاني من الاضطهاد والاحتلال، وكأن هذا الشخص هو الشعب الفلسطيني يحمي القدس ويحمي قبة الصخرة. يا سلام عليك. طبعا أنا بدي أياك تتابع أعماله. الفنان سليمان منصور عمل كتير يا فنان رائع يعني مبدع في أعماله. يعني بصراحة يعني قلت لك الذاكرة يعني شايف اللوحة أكثر من مرة. فضل. ربحت معنا وتابعنا على القناة لأنه الفيديو راح نبث أخرى يومين. يعطيك العافية. شكرا. عمرك شفت هاي الصورة بصراحة؟ طبعا كثير. تقدر عندك يعني أي معلومة عنها؟ متى ارتسمت أو شو اسمها؟ إلى اسمها اللوحة؟ في السبعينات أو قبل. وهاي حمل معناها حمل يعني كاهل الكل، مش بس عليه هذا الحمل، هو بيرمز للعرب أو الأم العربية. إجابة قريبة جدا جدا جدا. هي ارتسمت في السبعينات في 1973. نعم صحيح. وأنه هذا الحمل أنه على الكل مش على هذا الشخص، هذا الشخص بيرمز لكل واحد عربي لازم يحمل هذا المكان المقدس. وسليمان منصور أنا دربني والله. هو من سكان بير زيت. نعم صحيح. بتحب تفاجئ الحين لانه الفيديو راح يوصلوا لسليمان. هو كمان بيعمل فن على التراب. هو بيعمل جسم الانسان، جسم الانسان والاقصى والاشياء المقدسه على شكل التراب. بعد ما يشتغل التراب هذا بنشفه، بكون زي مثل مشقق تشققات، بس ما بفك. هذا المنظر بيرمز للطبيعه الاصليه، وهي ما بتحتاج لتعبير لأن هي معبرة عن حالها. يعني هلا الفنان القدير سليمان منصور إذا شاف الفيديو راح يعرفك. هو بعرفني وأنا بعرفه. تحب توجهي له أي سلام أو أي تحية؟ بوصل له التحية والاحترام والتقدير والزمن الفن الماضي المربوط بالتاريخ وبالحقائق. هذا الفنان هو الرحالة الفني اللي بينقل فنه وبعلمه لكل الفنانين سواء كانوا عرب أو أجانب. وإحنا أنا التقيت معاه في أكاديمية الفنون المعاصرة، وكان هو من ضمن الفنانين المخضرمين، كان مرجعية الفن للفنانين بيجوا من كندا أو بيجوا من 48 أو بيجوا من فلسطين أو من أي دولة عربية. شكرا شكرا كثير لك على المعلومات القيمة والله. أنا تلميذته وبالتالي راح أكون عنصري له لأنه هو أستاذ التلمذة اللي تلمذنا على ايديه، وكان حتى اللي بيدربونا
هم اصلا تلمدوا على ايديه، كانوا اصلا هم يخفضوا الجناح لما بدهم يحكوا معه. واو يعني انا عن جد كانوا يصغوا الاستماع لما بده يحكوا معه، كان الكلمه اللي تمشي بتاخذ وقت معه، كان هم بيعتبروها عباره عن اله موسيقيه بتمشي لعندهم. واو. لعند سمعهم. انا عن جد مبسوط انه التقيت فيك اليوم والله، يعني صدق اعطيتيني معلومات حتى لي جديده. معني انا اسمي يعني الهام علان، مجالي في مجال الاحتياجات الخاصه 35 سنه. واو. كنت اعمل بالاعاقه البصريه 24 سنه، وحاليا 11 سنه في الاعاقه العقليه. مجال الاحتياجات الخاصه دخلتهم في مجال بالذات الاعاقه العقليه والاعاقه البصريه، دخلتهم في مجال الفن، الفن الصوتي والفن الصامت، وكان هذا له اثر في انهم يعبروا عن انفسهم من خلال الرسم والصوره. نعم والصوت. شكرا. نعم. شكرا جزيلا لك، وانا زي ما وعدتك راح اعطيكي، انا راح اخيرك. نعم. بين جمل المحامل وبين المراه اللي لابسه الثوب الفلسطيني، طبعا كل افتخار لها وبتشرح معاناه 67 وشجره الزيتون. اي واحده بتحبي تختاري؟ التنتين. التنتين ومعشان انت بتسرحي كيف والله.